بسم الله الهادي للحق وعليه توكلنا. هذه سيداتي وسادتي حلقة جديدة في برنامج مواجهات، يسعدني أن أستضيف فيها الأستاذ الدكتور أحمد الخولي، زميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا منذ 30 سنة، وأستاذ الجراحة بكلية الطب بجامعة الأزهر، وأمين عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية، والمسؤول عن برنامج الزمالة الطبية المصرية. وقد تبدو هذه ألقاب علمية تستغلق على البعض من غير المتخصصين، ولهذا دعوني أقول لكم بعبارة أخرى أن هذا الرجل الفاضل الذي لا يعدل سعة علمه إلا جم تواضعه هو المسؤول في مصر الآن ومستقبلا، وبشكل مباشر أو غير مباشر، عن تدريب ما يقرب من 200,000 طبيب مصري في أكثر من 20 تخصصا، وهو تدريب إكلينيكي وعلمي لمدة 5 سنوات يتم فيها بناء الطبيب الشاب علمياً ومهنياً، بما يجعله في النهاية أميناً على مهنة الطب السامية من ناحية، وأميناً على مرضاه من ناحية أخرى، وأميناً على ضميره ودينه من ناحية أخيرة. إن بناء الطبيب العربي المصري المسلم الذي يعالج مرضاه بما يرضي الله فلا يموتون بالجهل أو بالإهمال أو بالجشع بين يديه هي مهمة جد عسيرة. وقد نظر هذا العالم في ميدانه علمه وعمله لهذه المهمة، ولكنه للأسف يواجه بنفر ممن ختم الله على قلوبهم، حيث راح يستنفد الكثير من وقته وجهده في الدفاع عن قضية لا تحتاج إلى دفاع، إذ راح هؤلاء يشككون في الجهد الجبار الذي يقوم به أو يحاولون منعه من القيام به أصلا. ولكن تلك قضية أخرى لعلنا نناقشها في هذه الحلقة مع الأستاذ الدكتور أحمد الخولي ومشروعه العلمي الرفيع بتدريب الأطباء الشبان إكلينيكيا وعلميا من أجل إعادة صياغة الطبيب المصري العربي المسلم. تدور هذه الحلقة، فأهلا بكم وأهلا به وسهلا. أهلا بك يا سيدي. أهلا وسهلا يا أستاذ محمد، أهلا بك. إنني والله سعيد أن أستضيف بين يدي رجلا هو مسؤول عن تدريب أطبائنا الشبان، هؤلاء الذين سوف يكونون في المستقبل القريب مسؤولون عن صحتنا نحن الكهول. فأرجو أن تتقبل ثنائي وحمدي على المجهود الذي تقوم به. أنا يعني سعيد جدا باستضافة سعادتك وشاكر لهذه المقدمة العظيمة، وأنا في الحقيقة لا أستحق كل هذا، أنا مواطن مصري يحاول أن يؤدي دوره نحو أبناء الأطباء المصريين العرب المسلمين من أجل صحة المواطن في مصر وفي الدول العربية اللي هؤلاء الأطباء ممكن يشتغلوا فيها، وكذلك في دول إفريقية ودول إسلامية أخرى. هذا والله هو تواضع العلماء. أنا أعلم أن من غايات الإنسان العظمى تكوين الإنسان المسلم، المهندس المسلم الذي لا يبني بيتا يقع على رؤوس ساكنيه، المدرس المسلم الذي يعلم أولادنا فلا يستنزف جيوبنا في الدروس الخصوصية، الطبيب المسلم الذي يعالج مرضانا بما يرضي الله. وأنا أعلم أنك رجل من هؤلاء القوم، رجل مسلم خالص إسلامه، كيف يمكن بناء وتكوين وصناعة وصياغة الطبيب المسلم كما يرى أستاذ في علمه مثل الدكتور أحمد الخولي؟ أولا أنا بشكر سعادتك وأرجو الله أن أكون يعني عند حسن ظنك وأن أكون كذلك إن شاء الله. إنما إن شاء الله بناء الطبيب المسلم كأي مهنة لابد أن يقوم على شقين: الشق الأخلاقي الديني والشق المهني. أيوه. الشق الأخلاقي الديني هذا بيتولاه التربية منذ المنزل في المدرسة، وجامعة الأزهر ما شاء الله في 4 كليات طب حاليا بتهتم بهذا الشق الأخلاقي الديني. ثم الإعداد المهني الجيد العلمي الموثق، هكذا نستطيع أن نصل إلى الطبيب الكفء، الطبيب الذي نأمن أن يعالج أهلنا وأولادنا في أي بلد عربي أو أي بلد إسلامي.
فكيف يمكن إذن إعداد هذا الطبيب الكفر الذي نأمن على أرواحنا بين يديه؟ هو سيادتك، مهنة الطب من المهن التي تستغرق من الإنسان كل عمره في التعليم. يا عيني، إذا أي طبيب اعتقد في أي يوم أنه وصل إلى الكمال فهذه بداية نزوله. لأن الطب كل يوم فيه جديد. أنا الطب اللي أنا درسته من 40 سنة لم يعد موجود منه إلا آثار. الطب يتغير مرة كل 18 شهر. إيه؟ لابد أي طبيب يعتبر نفسه متدرب وتلميذ طوال حياته. يا عيني، وهذه هي مقومات الطبيب الناجح. هناك أشياء كثيرة جدا لم تكن موجودة أصلا، تخصصات لم تكن موجودة من 40 سنة. يعني أنا أساتذتي أيام ما كانوا في الـ بيشتغلوا، لم تكن حتى أمراض النساء منفصلة، كانت تتبع الجراحة العامة. المسالك البولية تتبع الجراحة العامة، جراحة الجهاز الهضمي تتبع الجراحة العامة. دلوقتي أصبح كل تخصص من دول داخله تخصصات. فالإعداد لابد أن يكون مستمر، والتدريب لابد أن يكون مستمر، لكن هناك محطات. أيوه، هناك محطات لهذا التدريب المستمر. فما هي خطتكم لهذا الإعداد والتدريب المستمر؟ أنا أقول يعني أنا أريد أن أمضي مع سيادتك خطوة. أيوه، خطوة. أيوه. إحنا هل من خطة علمية وضعت لإعداد الطبيب لهذا الحقل الذي يتغير مرة كل 18 شهرا؟ هو حضرتك، الطبيب في مصر وفي كل الدول يأخذ حقه من العلم الأساسي في فترة كلية الطب اللي هي مرحلة ما قبل البكالوريوس، اللي هي في مصر 6 سنوات، ثم في سنة طبيب امتياز. أيوه. ثم في هذا الوقت يكون خامة صالحة للتشكيل، خامة صالحة للتدريب لكي يمارس الطب. احنا عندنا في مصر النظام لابد ان بياخد تكليف في القطاع الريفي حوالي 2 سنين، ثم بعد 2 سنين على حسب رغبة كل طبيب بيحاول يتخصص في التخصص الذي يريده. في الدنيا كلها علشان نعمل صانع ماهر لها مواصفات. يعني الطبيب اللي عاوز يبقى جراح لابد نقول له انت هندربك لمدة 5 سنين. في اول سنة هتتدرب في قسم الجراحة العامة مثلا، هتعمل كذا عملية من نوع الفلاني زي ده مثلا، هتساعد في 50 عملية وتعمل 50 عملية، هتعمل ساعد في 50 عملية فتق وتعمل 20، هتساعد في 100 عملية مرارة وتعمل 50، وهكذا. وكل هذا لابد أن يكون مكتوب وموثق، والمدرب بتاعه يمضي له عليه. يعني التدريب مثلث له 3 أضلاع. أيوة، 3 أضلاع. الضلع الأول، الضلع الأول هو المتدرب الطبيب. الخامة. الضلع الثاني هو المدرب، والمدرب له مواصفات، لابد أن يكون حاصل على شهادة عالية وعنده خبرة في التدريب وخبرة في ممارسة المهنة والتخصص. ثم الضلع الثالث والمهم هو مركز التدريب، اللي قد تكون مستشفى، وقد تكون مركز أسرة، مركز برايمري هيلث كير، مركز صحي لتخصص الممارسة العامة أو طبيب الأسرة. جميل جميل. يتوفر لديكم العناصر الثلاثة طبعا، الطبيب. أيوه. والمستشفى والمدرب. أيوه. الطبيب المتدرب والأستاذ المدرب والمستشفى. فكيف أمكن استغلال هذا المثلث في وضع سيستم علمي، صياغة علمية لتدريب عشرات الألوف من الأطباء؟ اعذرني إذا كنت أتحدث بهذه الحرارة، لأنني أعيش المشكلة مع أبنائي وأبناء جيراني وأبناء أقاربي وأبناء أصدقائي، إذ أنهم جميعا متخرجون من كلية الطب ولكنهم لا يعرفون شيئا، وأذن لي في أن أقول هذا وأن أكون جارحا في صراحتي.
ما هي خطتكم؟ ما هو الأساس العلمي الذي تم وضعه لتدريب هذه الآلاف المؤلفة من الأطباء الشبان؟ هو الحقيقة عملية التدريب عملية علمية معروفة ومطبقة في جميع دول العالم، الدول المتقدمة والدول الأقل تقدما. يعني موجود هذا الكلام في أمريكا، في دول أوروبا، موجود في الدول العربية جيراننا، موجود في السعودية، موجود في الأردن، موجود في ليبيا، موجود في السودان. كل هذه الدول عندها برامج تدريبية، وهذه البرامج التدريبية كلها لها أساس علمي ولها مستويات عالمية. يعني المستشفى اللي بنقبلها في التدريب لابد تكون مستوفاة من ناحية الشروط المعترف به. لابد أن تكون مستشفى مثلا أكثر من 200 سرير. لابد أن تكون أقسام الخدمات فيها مستوفاة، قسم الأشعة، قسم المعامل، قسم الإسعاف والطوارئ. لابد أن يكون فيها مكتبة حديثة ومتوصلة بالإنترنت، وفيها الجورنالز، المجلات الحديثة. لابد أن يكون فيها سكن للأطباء، لأن الأطباء دول لابد أن يكونوا عاملين متفرغين في هذه المستشفى. وإحنا قبل ما نقبل أي مستشفى للتدريب لابد أن احنا نزورها والأساتذة يشوفوها، وإذا كان فيها أي نواقص تستوفى قبل قبولها للتدريب. ده ركن، أول ركن بتاع المركز المستشفى. من ناحية المتدربين، احنا عندنا في مصر زي ما حضرتك عارف حوالي 155 ألف طبيب، منهم حوالي 15 ألف يعني وصلوا لسن المعاش. الأطباء المتوقع أن يكونوا عاملين حوالي 140 ألف طبيب، وكليات الطب فيها حوالي 50 ألف طالب في 21 كلية طب زائد 3 كليات طب خاصة. يعني 200 ألف طبيب زي أنا ما أقول. يعني في ظرف 6-7 سنين هيكونوا 200 ألف طبيب. هذا كم كبير جدا، وثروة. يعني الحقيقة أنها ثروة قومية، وإذا أحسن استغلالها مردودها عظيم جدا. يعني لما نتخضش لما نقول 200 ألف، إذا أعدناهم الإعداد الجيد، الصحة هي أهم وأسرع وأضمن استثمار. ما فيش استثمار أحسن من الصحة. يعني الصحة استثمارها عائده سريع وعائده مضمون وعائده ما فيش مخاطرة. فاستثمار في الصحة ده أهم حاجة، وأنا أعتقد أن الدول الأجنبية والدول المتقدمة بتحط في الصحة جزء دخل كبير جدا من الناتج القومي، والعائد بتاعه عارفينه أنه لازم بيجي. فإحنا الميتين ألف طبيب اللي هيكونوا بعد 7 سنين أو 140 ألف طبيب اللي موجودين حاليا، هذه ثروة لمصر وثروة للعرب وثروة لإفريقيا، لأن مصر إلى الآن بلد بتصدر أطباء في الدول العربية، دول الخليج، في ليبيا، في أفريقيا، في العراق. بعض الدول الإسلامية بتاخد أطباء من مصر. إذا كان هذا الطبيب أعد إعدادا جيدا، فهذه الثروة نفعها يعم على كل هذه البلاد. فهذه الثروة وثروة مهمة جدا وإعدادها مهم. اتفضل. يبقى موضوع المدربين. المدربين احنا الحقيقة في مصر يعني الحمد لله عندنا عدد هائل من أساتذة الجامعات المخلصين اللي بيتعاونوا معانا وبيتعاونوا تطوعا فيما يسمى ببرنامج الزمالة المصرية. برنامج الزمالة المصرية. احنا معانا حاليا 360 استاذ من جميع كليات الطب بيشتغلوا معانا بكل اخلاص وبكل تفاني وتطوعا، لانهم مؤمنين بالقضية. مؤمن ان هو لما بيساهم في تعليم وتدريب ابنه الطبيب ده صدقة جارية من اللي ما ده 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 حتى الواحد منا بعد ما يتوفاه الله، لو إن علمه ده نفح في إنقاذ مريض له في هذا صدقة، له في هذا أجر، له في هذا أجر. فإذا هذه الـ 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 الأعداد لو أحسن تدريبها فهذا أعتقد
استثمار مضمون وعظيم، وعلى والعائد بتاعه على مستوى قصير جدا ومستوى دائم. هناك يعني مقولة مشهورة يقولوا إذا أردت أن تزرع لعام فازرع قمحا، وإذا أردت أن تزرع لعشرة أعوام فازرع عنبا، وإذا أردت أن تزرع لمائة سنة فازرع رجالا. الله، وأنتم تزرعون رجالا والله. إحنا بنزرع رجالا. هذا هو برنامج الزمالة المصرية الذي يستهدف تدريب كل هذه الجيوش من الأطباء الشبان. وقد قلت لي الآن وأنا لا أعلم هذا أن هناك زمالات عربية، فما الفرق بين الزمالة المصرية والزمالات الأخرى مثل الزمالة البريطانية والبرد الأمريكي والبرد العربي والبرد السعودي؟ ما الفرق يا سيدي؟ هي كلها فكرتها وأساسها واحد. إن هذا الطبيب لابد إن احنا نحطه في برنامج علمي موثق للتدريب لمدة معينة تحت إشراف مباشر من مدربين، وفي مستشفيات ومراكز طبية تستوفي المقومات، ولا ينقل من سنة لسنة إلا بعد ما يتعمل له متابعة وامتحان، ثم يؤدي امتحان جزء أول في العلوم الأساسية زي التشريح وزي الفسيولوجي وزي البكتيريولوجي وهكذا. وبعد انتهاء التدريب وبعد ما المدربين والأساتذة المشرفين يطمئنوا إن هو قضى سنوات التدريب بنجاح، ومكتوب في اللوك بوك بتاعه كتاب الفعاليات إنه عمل السكيلز المهارات العمليات بالنسبة للجراحين كذا واحدة يساعد وكذا واحدة يعمل لكل عملية، هنا يجيزه المجلس العلمي للتخصص المكون من 15 أستاذ. إيه؟ يجيزه لدخول الامتحان النهائي. قبل هذا لا يجاز. مش كل 15؟ واحد 15 أستاذ في كل مجلس علمي يسمحوا له بس بدخول الامتحان من جميع أساتذة كليات الطب في مصر، مش كلية واحدة. احنا عندنا صحيح اتفاق مكتوب وتعاون مع جامعة الأزهر وكلية طب الأزهر، ودي من أول يوم الزمالة الحقيقة، لكن عندنا أساتذة عظام من جميع كليات الطب، القاهرة وعين شمس واسكندرية وطنطا والمنصورة وجميع كليات الطب، يتعاونون ويعملون بتفان وإخلاص وتطوعا في هذا البرنامج. رائع سيدي. بعد 5 سنوات من الدراسة المكثفة على هذا النحو يبدو الطبيب المتدرب وكأنه قد حصل على مكانة علمية، فما الفرق بين المتدرب الذي يحصل على الزمالة وبين زميله الذي يعني ما الفرق بين شهادة الزمالة والشهادات الأكاديمية التي تمنحها الجامعة كالدبلوم والماجستير والدكتوراه؟ والله أنا هقول لحضرتك يا أستاذ محمد، إحنا الجامعات المصرية الحقيقة قامت بدور عظيم عظيم في حمل الرسالة طيلة 50 سنة، لكن الآن الوضع غير مناسب لأن الأعداد كبيرة. إحنا هم الجامعات كليات الطب والمستشفيات الجامعية عندهم ولادهم، عندهم النواب والمدرسين المساعدين والمعيدين وبيقوموا بتدريبهم، ولا توجد أماكن تدريبية تكفي أولادهم أو أولادنا، أنا أستاذ في الجامعة والأطباء الذين يعملون في وزارة الصحة، وهم الأغلبية حوالي 70-80% من أطباء مصر بيعملوا في المستشفيات ووحدات صحية لوزارة الصحة، وهم يعالجون أغلبية الشعب المصري، وعدد كبير منهم آلاف بيعملوا في الدول العربية والدول الإفريقية والدول الإسلامية. فهؤلاء جميعا فرصتهم للتدريب العملي واكتساب المهارات والاحتكاك بالمرضى في الجامعات تكاد تكون منعدمة. ليه؟ لأن كل مستشفى جامعي وكل كلية طب عندها أولادها، وأولادها هم أولى بالتدريب طبعا، 5% اللي بتاخدهم. فالناس دول حتى لما كانوا بروحوا يعملوا دبلوم أو ماجستير كان كمية
المهارات والاحتكاك العملي والإكلينيكي والعمل في غرفة عمليات تكاد تكون هامشية. أما الذين يعملون في الجامعة سلك الجامعة من نائب معيد مدرس مساعد فهو عنده فرصته، ودول بيدربوا على بمستوى جيد. احنا بنتكلم على الناس اللي الجامعات لا تستطيع استيعابهم، لا تستطيع اعطاهم تدريب، دول نسيبهم فين؟ واللي هيعالجوهم ذنبهم ايه؟ الفلاح المسكين في القرى والكفور من الذي سيعالجه؟ يعالجوا واحد من دول؟ هل نرضى ان الفلاح او اللي في مرسى مطروح او في وادي النطرون يعالج بواسطة طبيب نصف مدرب او نصف متعلم او امي؟ هل نقبل ان 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 ان, إن, إن, إن يكون مستوى العلاج في مصر على مستويين، مستوى للجامعات وسكان القاهرة والإسكندرية، ومستوى اقل متدني في القرى والكفور وفي ريف مصر؟ لا احد يقبل هذا. سيادتك تعرف ان في انجلترا مثلا مستوى العلاج في اي مكان يمكن احسن من لندن، انما احنا هنا عاوزين ان كل طبيب بيعالج مريض لابد ان يكون كفءا ويعالج هذا المريض بكفاءة وامان. وهذه هتاخد منا سنين، احنا لسه بادئين، احنا تأخرنا يمكن 30 سنة في هذا الموضوع، 30 سنة متأخرين في تطبيق برنامج الزمالة المصرية، فلا يجب أن نتأخر أكثر من هذا. وإحنا ليس لنا، لا نملك طرف الانتظار، لا نملك طرف التأخير، لأن العولمة جاية خلاص، إحنا لا نملك أن نتأخر. سيدي أنت تطرح قضية هامة جدا، وهي إعداد هذه الثروة البشرية العلمية من حيث تدريب الأطباء الشبان، وأنا أتحدث عن إعداد الطبيب المسلم الذي يرعى أبي وأمي ويرعاني أنا شخصيا حين يبلغ بي العمر أرزلة. سيداتي سادتي، عند هذه النقطة من هذا الحوار حول إعداد الطبيب الشاب والطبيب المسلم على نحو خاص في هذا الحوار الثر مع الأستاذ الدكتور أحمد الخولي، أرجو أن تبقوا معنا لحظات على أن نعود إليكم، ولكم كل الفضل. عندما تحتاج إلى الطاقة والانتعاش اختر حليب المراعي. عندما تحتاجين إلى الطاقة والانتعاش اختاري حليب المراعي. حليب المراعي الطازج، الاختيار الطبيعي. مدارات الأحداث، محاولة جادة لوضع أحداث العالم بين يدينا. الكل يسعى وراء الخبر ونحن نغوص خلف أبعاده. أبرز رجالات السياسة والإعلام تلتقون بهم في مدارات الأحداث. مدارات الأحداث، الغوص في محيط الحدث وليس السباحة فوق مياهه. مدارات الأحداث تشاهدونه في الأوقات التالية. من هنا وهناك، برنامج أسبوعي يرصد الأحداث والنشاطات الإسلامية، يتابع الندوات والمؤتمرات الثقافية. من هنا وهناك عين المشاهد، من هنا وهناك أذن السامع، من هنا وهناك تشاهدونه في الأوقات التالية. مرة ثانية سيداتي وسادتي مع الأستاذ الدكتور أحمد الخولي، وهذه المواجهة حول بناء الطبيب العربي المسلم.
سيدي أنت تتحدث عن أن الجامعات لا تستطيع أن تقوم بأكثر مما تقوم به الآن، وها أنتم تتقدمون كجهة تنفيذية، قد تكون وزارة الصحة أو غيرها، بتدريب هذه الآلاف المؤلفة من الأطباء الشبان، وللوهلة الأولى يبدو وكأنكم تقومون بمنازعة الجامعات في اختصاصها، إنهم يعلمون الأولاد ويعطونهم بكالوريوس الطب ويدربون من يستطيعون، فماذا تفعلون أنتم؟ هل تقوم وزارة الصحة في هذه الحالة بمنازعة كليات الطب في اختصاصها؟ والله يا أستاذ محمد، يعني هذه المقولة أعتقد ليست صحيحة. دكتور إسماعيل سلام وزير الصحة أستاذ جامعة، وأنا أستاذ جامعة، أنا حاليا مقرر لجنة ترقية الأساتذة في تخصص الجراحة، فإحنا الاثنين من الجامعة، بالعكس ده احنا أعتقد أن احنا الاثنين يعني بايص للجامعة، احنا مع الجامعة، ولا يوجد في رأيي فرق بين الجامعة والصحة. الجامعة أساسا مؤسسة في خدمة المجتمع، وإذا لم يكن أستاذ الجامعة له تأثير إيجابي في مجال تخصصه على المجتمع، أعتقد يبقى لم يتم رسالته. أنا زي ما قلت لحضرتك، فكرة الزمالة دي كانت في مصر من 30 سنة، وعملوا من سنة 94 حاجة اسمها المجلس المصري للزمالة، لكن لم يولد، ما عملوش ولا اجتماع واحد، لم يرى النور. طب احنا حنتننا قاعدين مستنيين والوقت بيفوت، الوقت من ذهب، الوقت ما عدناش، ما عادش عندنا وقت ان احنا يبقى عندنا طرف التكاسل، طرف التراخي، ما فيش الكلام ده. احنا جايين على فترة عولمة، لو جاء طبيب اجنبي وعنده المواصفات المضبوطة المضبوطة لتدريب جيد وجاء هنا في مصر، قرايبنا حيروحوا له ويسيبونا احنا طبعا، واحنا عارف بنشوف ناس بتسافر من مصر تتعالج في دول اجنبية وبتروحوا هناك ليه؟ لان بعض هذه الامراض او التقنيات بيجدوها جايز في بعض الاماكن عن مصر، رغم ان الحمد لله عندنا الان في معظم التخصصات يعني بتجرى في مستشفيات على اعلى مستوى زي امريكا بالضبط. جراحات القلب مثلا في مصر اصبح نتائجها زي امريكا، ما عادش فيه ولا واحد بيسافر جراحة قلب عشان يعمل بره الا اذا كان عاوز يروح على حسابه وهو راجل معاه فلوس. فلا يوجد اطلاقا حاجة اسمها وزارة الصحة بتسحب السجادة من تحت الجامعة، هذا كلام لا يجب ان يقال، لان اصلا الجامعة معمولة عشان خدمة الشعب، كليات الطب معمولة عشان تطلع دكاترة يعالجوا الشعب، وزارة الصحة هي الجهة دستوريا المسؤولة عن علاج الشعب، فكلنا هدفنا واحد. هو لما أستاذ جامعة أستاذ كلية الطب لا سمح الله تجيله حادثة، هيختار المكان ويختار المستشفى اللي حيروحها؟ أحد أساتذتنا في كلية الطب القصر العيني توفى في حادثة على بعد 7 كيلو من القصر العيني في طريق العياط، أحد أساتذتنا الأفاضل عليه رحمة الله، لأنه لم يسعف بطبيب مدرب، ما حدش غاته، واحنا كل واحد احنا نملك ان احنا نختار قدرنا هيجي فين. فحتى لو كنا في منتهى الأنانية، التدريب لمصلحتنا، لمصلحة أولادنا، لمصلحة أهالينا، واللي بيقوم بالتدريب مين؟ أغلب اللي بيقوموا بالتدريب أساتذة في كلية الطب، المجالس العلمية كلها تقريبا أساتذة في كلية الطب، فلا يوجد هذا الشيء إطلاقا. وزير الصحة أستاذ كلية الطب، وزير التعليم العالي أستاذ في الجامعة أيضا، فلا خلاف. أمين اللجنة اللي معايا وأنا أستاذ في كلية الطب، وكلنا بعد ما هنسيب الوظيفة هنبقى نرجع لوظيفتنا الأصلية. الوزير الصحة لما يسيب الوزارة هيروح فين؟ ما هيبقى أستاذ في الجامعة. وزير التعليم العالي لما يسيب الوزارة هيروح فين؟ ما هيبقى أستاذ في الجامعة. وأستاذ الجامعة في رأيي يعلو على أي منصب. احنا لا نتذكر المقولة الشهيرة للمرحوم الدكتور لطفي السيد،
حينما عين أول مدير لجامعة القاهرة مصري. سألوه ما هو رأيك إيه بعد ما بقيت أنت أول مصري مدير لجامعة القاهرة؟ قال المقولة الشهيرة، قال لهم أنا أكبر من أن أكون مدير جامعة، لكنني أشعر أنني أصغر من أن أكون أستاذ. يا عيني، الأستاذ المفروض هي الوظيفة التي يعتز بها كل وزير وكل رئيس وزارة وكل ذا منصب، لأنها تعلو على كل هذه الوظائف. ولازم نفهم كده، إذا لم أكن أنا بأفيد بعلمي الشعب بتاعي، ما هي قيمتي كأستاذ جامعة؟ هو أنا محطوط ديكور؟ أنا محطوط أنا أفيد المجتمع اللي أنا فيه، وأنا عندي الإمكانية أن أنا أفيد المجتمع اللي أنا فيه، فلماذا أتأخر عشان نقول والنبي الشهادة لازم تديها دي ولا لا؟ هذا كلام في رأيي كلام فات أوانه، يعني فات أوانه، ولا يمكن أن حنمشي بهذه الطريقة ونتقدم خطوة، مش ممكن. سيدي، إذا كان الدكتور إسماعيل سلام الذي وضع برنامج الزمالة المصري الذي تأخر أكثر من 20 سنة أستاذ في الجامعة وأمين اللجنة العليا للتخصصات الطبية والمشرف على الزمالة المصرية أستاذ في الجامعة هو الأستاذ الدكتور أحمد خل، فما وجه الخلاف إذن؟ على أي شيء أنتما مختلفان؟ وزارة التعليم العالي وكليات الطب من ناحية، ووزارة الصحة وبرنامجها للزمالة من ناحية، أين الخلاف؟ ما وجه الحق في هذه القضية؟ والله أنا أقول لحضرتك، إحنا يعني حصل لقاء في لجنة القطاع الطبي في المجلس الأعلى للجامعات، وحضره كل من الأستاذ الدكتور إسماعيل سلام وزير الصحة والسكان والأستاذ الدكتور مفيد شهاب. أيوة. وكان اجتماع مثمر جدا، واتفق الجميع على أن هذه الشهادة توقع تمضى من الوزيرين، وهذا كان حل كويس جدا. ثم عملوا لجنة علشان تصيغ الحاجات على أساس أن المجلس الأعلى للجامعات ولجنة القطاع تتولى مراجعة البرامج، لو عاوزين يزودوا حاجة يحذفوا حالة ما فيش مانع، كلنا مصريين وكلنا نرحب بأي تحسين. احنا ما وصلناش للقمة، ودائما حتى البرامج القديمة دائما تطور، ولا يوجد أي مانع ان المجلس الأعلى للجامعات بأساتذته العظام يدخلوا معانا ويراجعوا برامجنا ويزودوا الحتة دي، نقصوا الحتة دي، يقولوا والله الامتحانات لازم يكون الأستاذ عنده أقدمية مثلا 10 سنين في الأستاذية. كل هذا حاجات مقبولة طالما أنها تهدف للصالح العام، طالما أنها للبناء وليس للهدم. فبعد كده اللجنة طلع لنا رأي قانوني يقول والله المجلس الأعلى للجامعات ليست جهة علمية، ووزارة الصحة ليست جهة علمية، طب الحل إيه؟ لابد أن تقوم بإعطاء هذه الشهادة إحدى كليات الطب، احدى كليات الطب. طب اذا كان كليات الطب اوريدي مليانه ما فيهاش مكان لتدريب حد، فهنا واضح ان بعض الناس ما زالوا يقولوا مسكين في حته، يقول لك الجامعه وكليات الطب هي التي تعطي الشهادات. هنا في اعتقادي عدم فهم. الشهادات المهنيه في كل الدول لا تعطيها كليات طب، لا في أمريكا كلية الطب بتدي بورد أمريكي، ولا الزمالات الإنجليزية بتعطيها كلية الطب لندن ولا برمنغهام، ولا الزمالة العربية بتعطيها وزارات التعليم العالي. الزمالة العربية منبثقة عن مجلس وزراء الصحة العرب، والبورد السعودي يرأسه وزير الصحة السعودي، والبورد الأردني بتعطيه نقابة أطباء الأردن. لا توجد في أي بلد في الدنيا شهادة مهنية تمنحها الجامعات. الجامعات بتقوم بالتدريب والتدريس ما قبل البكالوريوس، ثم شهادات أكاديمية زي البي اتش دي الدكتوراه. احنا كليات الطب عندنا مشكورة خات العبء بتاع الاثنين دلوقتي، لا تستطيع، لا يوجد مكان للتدريب هذا العدد الكبير في مستشفيات الجامعة. طب نسيبهم؟ إذا كان عندنا إحنا الإمكانيات، مستشفيات صالحة للتدريب، مجهزة على أحدث طراز،
مستشفياتنا يا أستاذي زارها الوفد من المجلس العربي من البورد العربي، شافوا 27 مستشفى أجازوهم جميعا، بل وقالوا بقية 68 مستشفى احنا موافقين عليهم من غير ما يشوفوه. من غير ما يشوفوه قياسا على اللي شافوه. احنا عندنا امكانيات تدريبية هائلة، مفيش دولة فيها عدد الأساتذة اللي موجود في مصر. انا رحت اول مرة عشان اقيم معهد ناصر مع لجنة من الأساتذة، لقينا معهد ناصر يعمل به 416 أستاذ قد دولة إسرائيل 6 مرات. عدد الأطباء عدد الأساتذة المتعاقدين مع معهد ناصر 416 أستاذ. عدد الأساتذة في معهد ناصر يفوق عدد أساتذة الطب في إسرائيل 6 مرات. ده مستشفى واحد. يعني عندنا إمكانيات هايلة، بس نحط إيدنا في إيد بعض ونعمل نظام يضمن ان الاساتذه دول يروحوا مكان مناسب ويلاقوا دكاتره متدربين يفيدوهم. انا عندي اساتذه بيروحوا يعملوا عمليات في مستشفيات والمستشفيات محتاجاهم. احنا احد الاساتذه بتوع الاطفال الممتازين، الاساتذه الكبار جدا في جامعه القاهره بيشرف على مستشفى، جاي يقول لي انا من يوم ما رحت هذه المستشفى لا يوجد تشخيص خطأ، لان الاستاذ بيقعد مع الـ مع الـ مع الدكاترة الصغيرين دول في العيادة الخارجية وبيدرس لهم. اليس هذا مكسب يجب المحافظة عليه؟ اذا كان هناك حاجة الى تعديل القانون يجب ان يعدل. ايه المشكلة ان اذا كان القانون حيقف حجر عصرة في سبيل تدريب الاطباء وفي سبيل علاج المريض، الأولى أن هذا القانون يعدل. قانون معمول بقاله 100 سنة، إيه نتمسك فيه ليه؟ نتمسك في قانون يؤدي إلى عرقلة تدريب الطبيب المصري؟ نتمسك بقانون يؤدي إلى سوء علاج الطبيب المصري العربي؟ نتمسك بقانون يجعل الطبيب المصري درجة تانية في دول الخليج وفي دول إفريقيا؟ من قال هذا؟ وبعدين إذا كان أي حد من الجامعات له أي ملاحظات إحنا مستعدين، حطوا إيدكم في إيدينا وأهلا وسهلا بيكم، كلنا في نفس المركب وكلنا مسؤولين أمام الله أولا ثم أمام بلدنا وأمام المواطن بتاعنا. لابد أن كلنا، دي هذه قضية في رأيي قومية. تدريب الطبيب لم يعد طرف، تدريب الطبيب أصبح واجب لعلاج المريض هنا وفي الدول العربية وفي أفريقيا، وعشان الطبيب بتاعنا يبقى له سعر وله قيمة. طب أستاذي، يعني يدهشني جدا أن المجلس الأعلى للجامعات قد اعترف بالزمالات الطبية العربية، ومع هذا فهو يرفض الاعتراف بالزمالة الطبية المصرية. كيف يفسر أستاذنا الدكتور الخولي هذا التناقض الغريب بالنسبة لي كغير متخصص؟ والله يا أستاذنا أنا شخصيا لا أجد تفسير لهذا. يعني كان الأولى أن يكون المجلس الأعلى للجامعات وكليات الطب أكثر احتضانا لبرنامج تدريب الزمالة المصرية في مصر. هذا هو المتوقع. وكان الأولى والأقدر أن الأساتذة في المجلس الأعلى للجامعات يفرحهم ان احنا بدأنا حاجة، نحن كسرنا حاجز الخوف، ما كانش حد قادر يقرب من المشكلة دي. وبعدين انت متصور سيادتك انها كانت سهلة؟ مش سهلة. لا كانت المستشفيات التعليمية اللي فيهم ما كانوش قابلين حتى ان الاساتذة يروحوا هناك، والاساتذة ما كانوش متصورين ان هيروحوا المستشفيات التعليمية. علشان نعمل اندماج والناس يشتغلوا، دي اعتقد انها عمل عظيم. ولولا وجود الدكتور اسماعيل سلام كوزير، ولولا ايمانه بالقضية، ولولا حزمه وحسمه، لما رأى هذا المشروع النور ابدا. كان ممكن يبقى عندنا وزير اقل حماسا، ممكن يكون عندنا وزير اقل حسما، وهذا بيحدث. احنا عندنا فرصة ان عندنا وزير فاهم وعارف وحاسم وحازم، لا يقبل أبدا أي تقصير.
الدكتور اسماعيل سلام ما عندوش جزاء الا الراكنه على الرف، ما عندوش حاجه غير كده، ما فيش حاجه عنده اسمها خصم يوم ولا اتنين ولا بالكلام من ده، وما عندوش حاجه اسمها كبير وصغير، اللي بيغلط على طول. فدي فرصه لنا لازم نغتنمها، والا لو ضاعت انا اعتقد الله اعلم هتيجي امتى تاني. طب يا استاذنا، هل صحيح ان المجلس الاعلى للجامعات كان قد وافق على الاعتراف بزمالة وزارة الصحة ثم تراجع عن هذه الموافقة؟ والله أنا حضرت زي ما قلت حضرتك الجلسة اللي حدثت، وكانت جلسة ودية جدا. وأنا متأكد أن الأساتذة في المجلس الأعلى للجامعات والأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي على درجة من الوطنية أكتر مني، وبيحب بلده أكتر مني، ويهم تدريب الأطباء أكتر مني. لكن بعض الناس بيصوروا الامور على غير الحقيقه، ان نسحب السجاده من تحت مش عارف ايه، ان لابد الشهاده مش عارف مين يمضيها. هي مشكله لما يمضوا الوزيرين، ايه المشكله فيها يعني؟ انا عارف. وبعدين اذا احتاج القانون تغيير لماذا لا يغير؟ لماذا لا يغير القانون؟ القانون الذي يعيق تدريب الاطباء هل نحافظ الابقاء عليه؟ ما نغيروش ليه؟ ما احنا غيرنا قوانين كثيره لصالح البلد. في كذا قانون بيبقوا مجلس الشعب ومجلس الشورى ما شاء الله ما بعطلش اي حاجه فيها صالح للبلد. لو ان الحكومه عرضت قانون يزيل اي لبس او شك قانوني في هذا الموضوع، انا اعتقد ان مجلس الشعب ومجلس الشورى هيتولاه وهيعمله، هتبقى ما فيش مشكله. نعمل زي السعوديه. السعوديه انا عندي القرار بتاع انشاء الهيئه الملكيه للاختصاصات الصحية في السعودية، قرار ملكي بيقول ان تنشأ الهيئة السعودية للاختصاصات الطبية ويكون مهيمنة على التدريب جميع العاملين بالحقل الصحي، يعني اطباء صيادلة، اطباء اسنان، تمريض، فنيين، اداريين، كل هؤلاء اللي هذه الهيئة الجهات المانحة للتدريب في السعودية هي الآتي تقريبا زينا، اللي هي نمرة واحد مستشفيات وزارة الصحة، نمرة اتنين المستشفيات الجامعية داخلة، نمرة تلاتة المستشفيات العسكرية اللي هي الحرس الوطني والأمن العام السعودي، النمرة اللي بعد كده المراكز المتميزة زي مستشفى الملك فيصل، النمرة اللي بعد كده القطاع الخاص، ومكون مجلس أمانة، مجلس الأمناء برئاسة وزير الصحة السعودي، وكل هيئة من دول لها عدد معين في مجلس الأمناء، يعني وزير الصحة بيختار اتنين عن وزارة الصحة، وزير الصحة بيختار ثلاثة عن القطاع الخاص، وزير الصحة بيختار واحد عن المراكز المتميزة، وزير التعليم العالي بيختار أربع عمداء في كليات طب وصيدلة وطب أسنان وبتاع ده حاجة للتمريض التمريض. كل دول، والمستشفيات العسكرية بتختار ثلاثة، الجيش اثنين والأمن واحد. كل هؤلاء مسيطرين على التدريب في كل مستشفيات المملكة بما فيها الجامعات، لذلك ماشيين كلهم في اتجاه واحد وهيئة واحدة وسيستم واحد بما فيها الجامعات، الجامعات السعودية. ونظام التدريب ده هو النظام الوحيد اللي معترف به في العالم، علشان تقول ده جراح ولا ده أخصائي قلب ولا ده أخصائي أمراض نساء وتوليد، لابد لهم مواصفات مكتوبة علمية مقررة بواسطة أساتذة الأول، ثم تدريب في مراكز معترف بيها، ثم أداء امتحانات وهكذا. سيدي والله لقد أفحمتني إلى الحد الذي لا أستطيع معه الآن توجيه أي سؤال، لأنك تفاجئني في كل لحظة بحقيقة جديدة. ولكن ما يعنيني هنا الآن أمران: الأول هو أنك في هذا النظام لا ترعى إلا الله، وثانيا أنك قدمت لنا نموذجا يحتذى في التدريب الطبي هو النموذج السعودي. أرجو أن أناقش هذه النقطة ونقاط أخرى بعد هذا الفاصل القصير، فابقوا معنا ولكم كل الفضل.
نقش راسخ. بكل عناية واهتمام نضع حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة، بنك الجزيرة. منتدى الصحافة، قراءة أسبوعية لأهم ما تناولته الصحافة العالمية والعربية والإسلامية. الجدة والتميز في الطرح، والجرأة والحياد في التحليل. نناقش برؤية إسلامية أفكار الآخرين، لكن دون أحكام مسبقة. النصر والشهادة تسميان الحسنيين أم البردين أم فوق النجاة؟ إذا ننطلق الآن معك، والسؤال الآن لك أخي حاج توفيق. طير السؤال سريعا من الدنمارك يعود إلى ألمانيا، وفعلا إجابة جمال صحيحة، وارتفع رصيدك معي جمال إلى 2000 ريال. جمال، نحن بانتظاركم ومعنا نصف مليون ريال وبس. اربح مع أيمن، 1,000,000 ريال تنتظر. التاريخ الإسلامي، الثقافة العامة مع أيمن عبد الكريم. فز معنا أسبوعيا في الأوقات التالية. مرة ثانية سيداتي وسادتي، مع الأستاذ الدكتور أحمد الخولي، الأمين العام للجنة العليا للتخصصات الطبية والمشرف على الزمالة المصرية. تدور هذه الحلقة يا سيدي حول المحور الجميل الذي طرحته في أول هذا الحوار، وهو كيفية إعداد وبناء وصياغة الطبيب المسلم. وفي هذا السياق عرجت في نهاية حديثنا حول النموذج السعودي كنموذج عربي يحتذى في مجال التدريب وفي مجال الزمالات الطبية. وكنا قد توقفنا بسبب الفاصل. ما هي مقومات هذا النموذج السعودي الذي ترى أنه يجب أن يحتذى في هذا السياق؟ هو سيادتك، احنا تعرفت على الإخوة السعوديين في الحقيقة في دمشق في البورد العربي. المملكة العربية السعودية ومصر أعضاء في البورد العربي، ووزير الصحة المصري نائب رئيس البورد العربي، وأنا عضو في اللجنة العليا للبورد العربي، فيها عضوين اثنين مصريين، أنا وأحد الأساتذة في جامعة عين شمس، والإخوة السعوديين أعضاء، فبنجتمع هناك. أنا لاحظت الحقيقة أن إحنا كمصريين نعرف تقريبا كل ما يتم في السعودية، لكن الأساتذة السعوديين لا يعرفون عن مصر إلا اللي بيشوفوه في الإعلام في التلفزيون. لأن إحنا بنروح هناك كأساتذة زوار، بنروح هناك نشتغل، بنروح هناك حج وعمرة، هم ما يعرفوش إلا اللي بيشوفوه في التلفزيون، أو دكتور راح لهم طلع مستواه كويس يقولوا كان في حتة كويسة، طلع مستواه وحش يقولوا ده ما حتة يعني ما كانتش كويسة. فأنا يعني هم ناس يتميز السعوديين بحاجتين مهمين جدا، الجدية ودماسة الخلق، ما فيش كلام يعني. صدقت والله. يعني هم لما يعملوا حاجة يعملوها جد، وهم يعني معظم السعوديين إن لم يكن كلهم على خلق رفيع. فأنا لي صداقات هناك، من ضمنهم رئيس الهيئة السعودية للأخصاص الطبية، وأحد أعضاء الهيئة، أحد وكلاء كلية الطب الملك سعود، فبناقش معاهم الزمالة المصرية، ودعيتهم باسم معالي الأستاذ الدكتور إسماعيل سلام وزير الصحة، هو الحقيقة صاحب الفكرة، لزيارة مراكز التدريب في مصر وبرنامج الزمالة المصري. ومشكورين، كانوا عندنا من حوالي أسبوعين فقط
فقط وكانوا في الوقت اللي هم فيه أجهزة الإعلام عندنا والجرائد مليانة بإيه بالمقالات على الزمالة اللي معاها واللي مش معاها، فهم كمان دخلوا في اللعبة يعني دخلوا في الموضوع. وهم لهم برضو أساتذة أصدقاء بيتصلوا بيهم هنا مصريين ويسمعوا من هنا وسمعوا من هنا. المهم أنهم زاروا في هذه الزيارة 7 مراكز تدريب، راحوا مستشفى بنها للأطفال، وهي أرجو أن أساتذة مصر يروحوا يشوفوا مستشفيات مصر شكلها إيه. إحنا معظم أساتذة مصر لا يعرفوا إن في مصر هذا المستوى الرفيع من المستشفيات. مستشفى معهد ناصر عالمي، بنها للأطفال عالمي، وأنا لما بقول عالمي بنها عارف بنها للأطفال ده سبحان عبارة الله. عن ساتلايت من معهد ناصر. أنا بقول عالمي، أنا عارف عالمي يعني إيه، لأن أنا متدرب في إنجلترا ومارست الطب في إنجلترا وفي اليابان وأمريكا، يعني أنا عارف عالمي يعني إيه، ما بقولش كده أي كلام. يعني أنا راجل متدرب في إنجلترا وعلى دراية بما يدور في إنجلترا زي مصر، وأولادي أطباء في إنجلترا، فلما بقول عالمي بعرف عالمي يعني إيه. أتمنى إن الأساتذة بتوعنا يروح يشوف مستشفى معهد ناصر. أنا مستعد عن طريق الوزارة إن إحنا نعمل لهم رحلات نوريهم الدنيا ماشية إزاي في مصر، ما مش هيصدقهم لما يشوف مستشفى الأقصر الدولي، مستشفيات التأمين الصحي 14 مستشفى كلهم على أعلى مستوى، كأنك في أمريكا. الأساتذة شافوا مستشفيات في القاهرة معهد ناصر، وشافوا الهرم، وشافوا مستشفى بنها الأطفال، ثم تاني يوم راحوا شافوا مستشفى المنصورة الدولي ومستشفى المنصورة للتأمين الصحي، مستويات رائعة تشييدا وتجهيزا وأداء وتدريبا، مش مبنى بس حلو لا. وشافوا معهد الكلى القومي في المطرية، وشافوا تيلي ميديسن، شافوا معهد المطرية متصل بمستشفيات أخرى بياخدوا رأيه في حاجات على طول، هوت زي ما احنا بنتكلم مع في التلفزيون دلوقتي، واحد بيعمل عملية في أسوان واحتاج مشورة لحد من القاهرة، في تيلي ميديسن موجود في وزارة الصحة في مصر. معقول؟ ورأوا هذا الكلام بنفسهم شغال، وهو بيعمل العملية، وهو ودلوقتي لو في تقرير باثولوجي في أسوان ما عندهمش أستاذ باثولوجيا متوفر، بيعرضوا السلايد على تشوف هنا في المعهد ناصر وأستاذ باثولوجي يكتب له التقرير في ساعتها، وتخزن على الكمبيوتر بعد كده لو عسى بعد سنين يطلعوها له. احنا عندنا نهضة صحية غير مسبوقة، وأي أستاذ ما شافش الكلام ده لا يصدق. أنا نفسي لو حد حكالي لم أكن أصدق هذا. المهم هما جم شافوا هذه المستشفيات، فكانوا طبعا يعني غير متوقعين إطلاقا أن يشوفوا هذا المستوى الرفيع، مش بس في البنى والتجهيز، لا في الأداء وفي التدريب في البشر وفي الحماس. وقعدوا مع المتدربين ولوحدهم من غير حد. احنا بنتميز بحاجة مهمة جدا واعتقد غير متوفرة الا في مصر، ان احنا عندنا الاساتذة اللي على اعلى مستوى عددهم كبير جدا. احنا البرنامج الوحيد اللي بيعمل دورات مكثفة للاطباء في الجزء الاول وفي الجزء الثاني مجانا، وبنجيبهم نعاتهم اقامة كاملة وجبات مجانا، والسعوديين بقوا منبهرين بهذا، ازاي تقدروا تعملوا كده؟ واحنا قلنا لهم احنا مستعدين نقبل اطباء سعوديين يجوا يحضروا هذه الدورات على العين والراس، احنا عندنا امكانيات. كل يوم عندنا فيه 3-4 دورات شغاله يوميا. احنا عندنا الاطباء بتوعنا بنديهم الكورس بتاع الحوادث اللي اسمه CPR و ATLS و SLS في مركز سنديون لجميع الأطباء إجباري لمدة 2 أسبوع، بناخدهم إقامة كاملة وجبات، مدربين مرخص لهم من الأكاديمية الأمريكية. عندنا 120 واحد في مصر، 18 مركز أقرب واحد لنا، إمكانيات خطيرة جدا. إذا أحسننا استغلال هذه الإمكانيات تأكد أن هيبقى عندنا برنامج تدريبي قوي جدا،
احنا الاخوه السعوديين قالوا ايه؟ قالوا ايه بعد الزياره يعني دي يا استاذ؟ بعد هذه الزياره لان انا مفاجئ، وانا كنت ازعم انني اعرف مصر، ولكن فيما يبدو والله انا لا اعرفها كما لا يعرفها كثيرون غيري. ماذا قال هذا الوفد السعودي المبجل؟ احنا بس مش قالوا، احنا كتبوا معانا اتفاقيه اهي موجوده مضوها سعوديه مصريه. ايوه فندم. ما هو محتوى هذه الاتفاقيه؟ قالوا ان التدريب في برنامج الزمالة المصرية يجري على مستوى علمي، وهو المستوى العالمي اللي بيسير عليه البورد الامريكي والعربي والسعودي. دي نمرة واحد. نمرة اتنين قالوا ان المستشفيات اللي شفناها على اعلى مستوى من التشييد والتجهيز والاداء والتدريب. نمرة تلاتة اشادوا بحماس الاطباء، ودي مهمة جدا في كل مكان بروحها، برغبة الأطباء على أنهم يتدربوا، وهم جم في وقت كان فيه يعني بعض المساجلات على الصحف في الجرايد، فبقوا الأطباء ولادنا بقوا يقولوا لهم إزاي ده إحنا ما صدقنا لقينا برنامج بيدربنا وبأهلنا وإحنا ما كناش طالين حاجة، إزاي الكلام ده؟ فلدرجة ان في احد المستشفيات قعدوا معاهم، وبعدين الرجل السعودي قال لهم انتم مدللين، مفيش في الدنيا بلد بتدرب ببلاش وتعلم وتجيبوا ده بكل، مفيش في الدنيا كده. انت في انجلترا عشان تعمل ويك اند كورس تدفع 400 جنيه استرليني رسم، وتقعد على اوتيل على حسابك، وهكذا. مفيش في الدنيا بلد بتعمل حاجات دي مجانا. مش بس كده، ده الوزير مطلع قرار ان بيدي للمتدرب الزماله 200% من مرتبه نظير تفرغه للعمل والتدريب، يعني تعلمه وتدربه وتدي له ضعف ثلاث اضعاف مرتبه، ما يفتحش عياده، علشان ما هو ده برضه علشان يقدر انه يعني يعيش، ما يفتحش عياده. فالموجود عندنا الحقيقه هم قالوا بالحرف الواحد ان خريج الزماله المصريه سوف يمنح ترخيص العمل في السعودية أسوة بالحاصل على الزمالة الكندية والعربية والإنجليزية. يا عين عليك. وبنفس المرتبات، ودي مهمة. هو مرتب الكندي أيوة والأمريكي أيوة. إحنا لما ابننا يروح السعودية وياخد راتب ضعفين أو ثلاثة أضعاف اللي ممكن ياخده، دي حاجة تفرحنا ونهتم بيها، ولا حاجة تزعلنا ونتكاسل ونقعد نختلف مع بعض؟ ده ممكن الأطباء دول يبقوا قوة للاقتصاد مصر، اللي بيروح يحول له 20,000 في الشهر، غير اللي بيحول 2000. أيوة يعني ثروة اقتصادية وثروة بشرية، كل حاجة. يعني موضوع أصبح زي ما حضرتك قلت إلام الخلف بينكما إلام، وهذه الضجة الكبرى علام. احنا ايه مختلفين على ايه؟ على ان مين اللي يمضي؟ طب ما نغير القانون ده، اذا كان القانون ده هيعيقنا نغيره. ايه المشكلة؟ قانون معمول بقاله 50 سنة، اذا كان يعيق التقدم يتغير. يا سيدي القانون في خدمة الله. المجتمع ايوه، ما فيش مشكلة، والمشرع بيضع القانون. نقعد نقول والنبي ما نعملش، وإحياء المرحوم المجلس المصري، مش عارف المجلس المصري ده كان عمل حاجة؟ لم يجتمع ولا عنده آلية لتنفيذ، والكليات الجامعية المحترمة والمستشفى الجامعية مكتظة بأهلها، الناس دول لازم يشتغلوا بإيدهم، هيروحوا فين؟ بتضرب كم في المية الجامعات من مجموع الخريجين يعني اللي في مصر؟ يعني الجامعات من مجموع الخريجين بتضرب ما بين 10-20% بما فيه أولادهم. بس. لكن بالنسبة لأطباء وزارة الصحة ما بين 3-5%. فقط. و95% محتاج تدريب. ما فيش خلاص. وبعدين إحنا أيامنا كان فرص التدريب ممكنة في الخارج. انا واحد من الناس اللي اتدربت في انجلترا، وكنت بشتغل زي الطبيب الانجليزي وباخد راتب وبعمل عمليات وكل حاجه. دلوقتي هذا مستحيل خلاص، لازم عشان الريجستريشن في جنرال ميديكال كونسل، التسجيل في المجلس الطبي البريطاني بالانجليزي اولا، ثم الاوروبيان كوميونيتي المجموعه الاوروبيه. لم يعد هناك مكان إلا استثناءات بسيطة جدا وصعب. طب هقول لحضرتك حاجة. هل تعرف
إن امتحان البلاب المعادلة الإنجليزية بتعمل في مصر نسبة النجاح فيه 3%. أيوة يا أستاذ. يعني 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 مأساة. الشهادات الأخرى، طب يا جماعة إحنا نحط إيدنا في إيد بعض علشان الأولاد دول أولادنا دول نعلمهم وندربهم، ماذا في هذا؟ نقول القانون بيمنع؟ أنا بستعجب إن الدكتور يخش لا. يعني دكتور خد بكالوريوس ويخش امتحان ف 97% يسقطوا و 3% هم اللي ينجحوا، يعني دليل حلان. إن أستاذي من هي الجهات التي تقف معكم الآن في هذا البرنامج الطموح لتدريب وتعليم هذه الآلاف المؤلفة من الأطباء الشبان؟ والله إحنا قلت لي أظن جامعة الأزهر لابد إن إحنا نذكر بكل تقدير جامعة الأزهر من أول يوم في البرنامج وأنا أياميها كنت وكيل كلية طب الأزهر من أول يوم في برنامج الزمالة هناك تعاون واعتراف بين الزمالة كلية طب الأزهر وجامعة الأزهر والزمالة المصرية إحنا خدنا قرارات في مجلس إدارة المستشفيات في مجلس الكلية ثم في مجلس الجامعة ثم توج باتفاق مكتوب بين وزارة الصحة اسمه اتفاق التعاون والتآخي بين وزارة الصحة برنامج الزمالة المصرية وجامعة الأزهر. وفي هذا وزارة الصحة بنظرا لأنها مقدرة دور جامعة الأزهر في مساعدة البرنامج واعتبار جامعة الأزهر المظلة الأكاديمية والغطاء العلمي لبرنامج الزمالة المصرية، احنا كلية طب الأزهر لما بنحتاج قسم التشريح بنروح هناك نعمل امتحانات في قسم التشريح، لما بنحتاج ان نمتحن الأولاد في التخدير على أجهزة وبتاع بنروح في جامعة الأزهر، وجامعة الأزهر بتساعدنا بالأساتذة وبتساعدنا بإمكانيات الأقسام اللي فيها. والأكثر من هذا أن جامعة الأزهر تبنت البرنامج وطبقته على من يرغب من أبنائها، النايب المدرس المساعد المعيد المدرس في جامعة الأزهر اللي عاوز ياخد الزمالة المصرية بالإضافة للدكتوراه يعني معاه دكتوراه وياخد الزمالة. احنا عندنا 140 طبيب مسجلين الزمالة المصرية في مستشفى الحسين ومستشفى بالشعرية، هم عندي في مستشفى جامعة الأزهر المستشفى موجودة على مستوى عالي، الأساتذة اللي هم مدربين موجودين على مستوى عالي، الأطباء الراغبين على مستوى لأنهم أوائل دفعاتهم. لا يبقى فقط إلا أن الكلية تطبق برامج بتاعتنا، وبرامجنا نتاج عمل وفكر أحسن أساتذة في مصر في التخصصات، المجالس العلمية أحسن أساتذة من 10 ل 15 أستاذ، وفي بعض المجالس وصل إلى 22 أستاذ من جميع الكليات، مش كلية طب واحدة ولا القاهرة بس، لا دول قعدوا ساعات كثيرة جدا عشان يتعمل برنامج في بعض التخصصات. احنا قعدنا سنة نعد البرامج الأول، سنة كاملة عشان يعودوا يقولوا اللي هيطلع جرب، نجيب طبعا البرنامج البورد الامريكي برنامج البورد العربي السعودي ونقعد نقراه والاساتذه ويقارنهم، هنا المرض ده في مصر زياده نزود العدد شويه، المرض ده نادر نقلل شويه وهكذا، ويلاحظوا ان يعملهم التدريب المناسب لمصر للمريض المصري. فاذا اي كليه طب بتطبق هذا البرنامج بترفع مستوى الاداء ومستوى التدريب للطبيب بتاعها. واحنا احنا اللي عاملين الحاجات دي مين؟ اساتذه كليات الطب في مصر، لهم ناس هنقول ان احنا جايبين حد غريب ولا حاجه. فجامعه الازهر حتى الاطباء اللي فيها الصغيرين اللي يرغب في التسجيل، وعندنا 140 وبنحط مستشفى الحسين الجامعي وباب الشعريه الجامعي كمجموعه تدريبيه لها مدير تدريب بيحضر معانا، وفي اطباء مسجلين معانا في الزماله وبيدخلوا الامتحانات النهائية لما يوصلوا لانتهاء التدريب وياخدوا بقى الحسنيين، يبقى معاه دكتوراه شهادة مهنية لو راح بها أي بلد خارج مصر هتجيب له دخل أكتر وفرص العمل أكتر ونوعية العمل أحسن، ومعاه شهادة أكاديمية مهنية اللي هي الدكتوراه بيتعين بيها مدرس ثم أستاذ مساعد ثم مدرس في الجامعة.
سيدي والله والله يعني أنا أسعد الناس بهذا الحوار، لأنني عرفت أشياء لم أكن أعلمها قط، ولست أجد الآن ما أقوله لك سوى أن أدعو لك بأن يجزيك الله عني وعن آلاف الآلاف من الأطباء الشبان خير الجزاء. عند هذا الفاصل من هذا الحوار حول إعداد الطبيب المسلم كما يتحدث به الأستاذ الدكتور أحمد الخولي، أرجو أن نتوقف الآن لحظات، فابقوا معنا على أن نعود إليكم، ولكم كل الفضل. الحياة حلوة مع الشيخ جاسم المطوع، تشاهدونه في الأوقات التالية. طبيب الأسرة، استشارات طبية على الهواء مباشرة بالتعاون مع المستشفى السعودي الألماني. طبيب الأسرة، لقاء مفتوح مع الاستشاريين في كافة التخصصات الطبية. موعدكم على الهواء مباشرة وعلى مدى 45 دقيقة. برنامج طبيب الأسرة، نحن بعون الله نرعاكم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، تلتقون معنا في يوم الأحد القادم على الهواء مباشرة من خلال برنامجكم فتاوى النساء. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نستكمل الحديث عن الحج، سوف نتحدث عن ما يستحب وما يكره وما يحرم للمرأة عند إحرامها. سوف نتحدث أيضا عن الإحرام وأنواعه وأفضل هذه الأنواع. انتظرونا في الأسبوع القادم مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى النساء الذي يأتيكم على الهواء مباشرة في الأوقات التالية، فانتظرونا. مرة ثانية سيداتي وسادتي، مع الأستاذ الدكتور أحمد الخولي في هذه المحاورة الهامة حول إعداد وبناء وصياغة الطبيب العربي المسلم كما يجب أن يكون بحق. أريد في مستهل هذا الجزء من هذه الحلقة أن أعتذر لعشرات المشاهدين الأحباء، ابتداء من الأخ حسين بالإمارات حتى الأخت هند من الجزائر وعشرات غير هؤلاء وهؤلاء، لأنني للأسف من النوع الذي لا يقاطع ضيفه على الإطلاق، هذه واحدة. والثانية هي أنني لا أستطيع إلا أن أواصل الاستماع إذا كانت هناك أفكار تطرح في هذا الحوار. إذا أذنتم لي، مع الآن أحد الأطباء الشبان من المستفيدين من برنامج الزمالة المصرية، وهذا هو الدكتور طارق. تفضل دكتور طارق. ألو أيوة تفضل. السلام عليكم ورحمة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرحب بك يا أستاذ بركات، وأرحب بأستاذنا الجليل الأستاذ الدكتور أحمد الخولي، وأشكرك جزيل الشكر على مناقشة هذه القضية الهامة جدا بالنسبة لنا كأطباء، وهي قضية التعليم والتدريب الطبي المستمر للطبيب المصري والعربي معا، وهما في الحقيقة وجهان لعملة واحدة. وأنا أتكلم من واقع أو بصفتي أحد المتدربين الذين يتلقوا العملية التدريبية ويشعروا باحتياجاتهم الفعلية من هذا البرنامج. وأنا أتعجب والله من هذه المهزلة العلمية الطبية التي طرفها وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي. يعني هل جزاء المجهود الجبار الذي يقوم به الأستاذ الدكتور معالي وزير إسماعيل سلام والأستاذ الدكتور أحمد الخولي، يعني من أجل إخراج طبيب مصري عربي كفء محليا وعربيا وعالميا، هل جزاء ذلك معركة علمية تستنفذ كل هذا المجهود والوقت، ومع من؟ مع أساتذة الجامعات المفترض أنهم نخبة الفكر والعقل، والمفترض فيهم سعة العقل والصدر والمرونة.
هل هذه قضية تحتاج لكل ذلك؟ ولذلك أنا أتساءل، هل توجد جهات مسؤولة كبرى تحمي ظهورنا أنا وآلاف من المتدربين بالزمالة من هذا التعنت والتعسف من أساتذة الجامعات والمجلس الأعلى للجامعات؟ أنا لا يوجد لي أي تفسير بعد ما سمعت كلام الدكتور أحمد الخولي إلا أن هو تعنت وتعسف أساتذة الجامعات والمجلس الأعلى للجامعات، وهو شيء معهود فيهم ومعروف عنهم من زمان. ثانيا، هل الجهات العلمية العظمى مثل الكلية الملكية البريطانية والبورد الأمريكي يعترف بالزمالة المصرية والزمالة العربية؟ وهل الحصول على الزمالة المصرية يغني عن الحصول عن الكلية الملكية أو البورد الأمريكي؟ وأخيرا، ما هي الامتيازات المستقبلية للطبيب المتخرج من الزمالة من الناحية أولا العلمية والناحية الأدبية وأخيرا الناحية المادية، بما يميزها عن الدرجات الأكاديمية دبلوم وماجستير ودكتوراه؟ وأشكر لسيادتكم جزيل الشكر وآسف للإطالة، وأشكر أستاذنا الدكتور أحمد الخولي على هذا المجهود الجبار، أعانه الله عليه دائما يا رب. أشكر المشاهد الكريم الدكتور طارق، أحد المستفيدين والمتدربين في برنامج الزمالة المصرية، كما يقول، والواقع أنه طرح ثلاثة أسئلة متخصصة لا أملك أنا نفسي أن أطرحها. السؤال الأول، هل توجد جهات مسؤولة تحمي ظهور الأطباء الشبان من تعنت المجلس الأعلى للجامعات وتعسف أساتذة الجامعات؟ وأنا بشكر الدكتور طارق، وأنا يهيأ لي أن نعرف صوت الدكتور طارق، يعني هذا تلميذك بالتأكيد. أعتقد أن نعرف الدكتور طارق، يعني هو يعني في الحقيقة أنا لا أحب أن نوجه السؤال بهذه الطريقة. لماذا؟ لأن أساتذة المجلس الأعلى للجامعات أساتذة أجلاء، وهم وطنيون، وهم مثلنا حريصون على البلد، لكن قد يكون هناك تخوفات ناتجة من عدم المعرفة الكاملة ببرنامج الزمالة، أو ناتجة عن اختلاف آراء، لكن أنا متأكد في النهاية الكل يعني يعترف والكل سيصفق لهذا النجاح. جميل. السؤال الثاني، الجهات اللي بتحمي الشق الثاني من السؤال، هل توجد جهات كبرى تحمي، بيقول تحمينا من أي اعتداء على هذا البرنامج؟ انا اعتقد ان اهم حاجة هتحافظ على البرنامج الجدية في التدريب. العملة الحسنة، البضاعة الجيدة لازم تجد المشتري، مفيش كلام. فانتوا عندكم الكرة في ملعب المتدربين، الجدية في التدريب والعمل والسهر جنب المرضى والتفاني، إذا كان أي برنامج زمالة في أي مستشفى لا ينتج عنه رفع الخدمة للمريض، يبقى هذا البرنامج برنامج غير ناجح. نمرة 2، في مصر مجموعة من المعارضين، أنا بعتقد بحسن نية، ما بيعرفوش أو إحنا بنعمل إيه، والأغلبية العظمى من الأساتذة كليات الطب مؤيدين ومعانا، زائد نقابة الأطباء المسؤولة عن أطباء مصر بإجماع آراء الأعضاء مجلس الإدارة والأطباء تؤيد وتساند هذا البرنامج. وإحنا شفنا نقيب الأطباء في كل حفل وفي كل منتدى بيدافع عن برنامج التدريب وبينادي، يعني الراجل وهو أستاذ جامعة، وهو يعني أستاذ جامعة الدكتور حمد السيد، وهو رئيس اللجنة الصحية في مجلس الشعب. فوق هذا عندنا رئيس الوزراء الأستاذ الدكتور عاطف عبيد، وهو أستاذ جامعة، أستاذ جامعة ومثال للمصري الوطني الغيور على مصلحة بلده. ثم فوق هذا كل السيد الرئيس محمد حسني مبارك، الذي لا يشك أي مصري في أن أي فايدة لأي مصري وخاصة الطبيب ستجد عند سيادة الرئيس الدعم والتأييد. لذلك لابد أن تطمئن، وأنا شخصيا مطمئن جدا، لأن اللي بنعمله عمل جيد لصالح الطبيب والمريض ومصر والعرب وأفريقيا والمسلمين، فما لا تخوف إطلاقا يا طارق. أستاذنا السؤال الثالث، هل في جهات علمية
اعترفت بالزمالة المصرية؟ والله هقول لحضرتك، احنا عندنا البورد الامريكي، عندنا البورد العربي والبورد السعودي معترفين، عندنا اتصالات مع الزمالات الانجليزية في طب الأسرة، عملنا معاهم اتفاقية مدتها سنتين فات منها حوالي 6 شهور، وبناء على هذه الاتفاقية بيجي 2 ممتحنين من الكلية الملكية لطب الأسرة في إنجلترا، وبيحضروا جم حضروا المرافات الامتحان النهائي لطب الأسرة، وبعد هذه السنتين هيبقى في اعتراف رسمي بزمالة طب الأسرة المصرية بكلية طب الأسرة الملكية انترناشنال العالمية. هذا خبر جميل والله. وطبعا يعني مش هقول لحضرتك، احنا عندنا التقرير اللي بعتوه الأساتذة دول من الكلية دي عن الامتحان اللي عملناه، وهذا اعتقد انه مفخرة للأستاذ المصري وبرنامج الزمالة المصري. احنا بنعمل حاجة احنا ما بنكررش نفسينا، احنا حتى طريقة الامتحانات عندنا بنعمل احدث طريقة للامتحان الموضوعي، نظام اسمه اوسكي، وعملنا دورات لتدريب الاساتذة، انا واحد من الناس كنت بقعد اتدرب ازاي اعمل امتحان موضوعي لا يدخل فيه تقدير شخصي ولا يدخل فيه هوى، واذا الطبيب اجاب اجابه يبقى كل الممتحنين يدلوا نفس النمره، مفيش غلط شخصي. لا يمكن. الامتحانات التحريريه بنعملها امتحانات متعدده الاجابات، وامتحانات بيسموها بروبلم سولفنج، حل مشاكل طبيه، وتصحح بالكمبيوتر، لا يوجد عامل شخصي اطلاقا، لذلك فيه جديه تامه. واحنا جبنا اساتذه من انجلترا عملوا لنا ورشه عمل لتدريب المدربين وورشة عمل لتدريب الأساتذة على الامتحانات، وكانت في معهد نصر وناجحة جدا، والأساتذة بيطلبونا ان احنا نجيبهم تاني، وان شاء الله في اتصالات ان احنا هنجيبهم تاني. يعني احنا نفسنا لا نستحي ان احنا نتعلم، لا. وزي ما قلت لحضرتك في الاول، الأستاذ والطبيب ان ما كانش يتعلم كل يوم لغاية ما يموت يبقى دي نهاية. أستاذي، يبقى السؤال الثالث والأخير للدكتور طارق، وهو ما مستقبل خريج الزمالة؟ ما هي الامتيازات التي تنتظره علميا وأدبيا وماديا؟ وأرجو أن تتفضل بالإجابة في دقيقتين لأن زمن البرنامج قد انتهى بأسرع مما نتوقع. هو أهم حاجة أنه هيكون طبيب متمكن. هذا الطبيب متمكن عملة مطلوبة في كل الدنيا في كل العالم. بالنسبة لمصر، هذه الشهادة من ضمن الشهادات نمرة 1 في القانون الجديد اللي عامله وزير الصحة والسكان، يعين بوظيفة أخصائي الحاصل على الزمالة المصرية نمرة 1 الدكتوراه أو ما يعادلها، وبعدين بعد ما يتعين أخصائي يترقى في السلك بعد الأقدمية والأبحاث والكلام. يعني عندنا أول دفعة خرج 5 أطباء من طب الأسرة و9 أطباء في طب الأطفال، اجتازوا الامتحان النهائي بنجاح، ودول صدر لهم قرار تعيين في هيئة المستشفيات التعليمية كزميل في هيئة المستشفيات التعليمية، ثم إذا كان محتاجين طب الأسرة في مكان ينتدب للمكان الثاني. حاليا مع الوزير بيعدهم لأنهم يروحوا أيرلندا للعمل في أيرلندا، بياخدوا دلوقتي كورسات انجليزي، هياخدوا الامتحان اللغة الانجليزية في البريتش كونسل المجلس البريطاني، بياخدوا كورسات في الكمبيوتر. فاحنا بنستغل كل واحد، مبدئيا الدفعات الاولى هيبقوا مدربين في مستشفيات كبيرة، ثم نرجو ان يزيد العدد بحيث كل موقع في مصر بيعالج مريض يكون فيه طبيب مؤهل حاصل على الزمالة عشان يعالجه صح. أستاذي، في جملة واحدة أرجو أن تجيبني بصراحة الفلاح المصري الذي يجلس أمامي، هل بقاء الزمالة المصرية هذه بكل جمالها مقترن بوجود الوزير، أم أنها يمكن تنتهي وتصبح لا شيء إذا ترك الوزير وزارته وذهب إلى عيادته؟ والله أنا شخصيا هذا الكلام أستبعده تماما، لأنه لن يأتي وزير لصحة مصر ويعمل أي شيء لهدم الطبيب المصري.
يعني ما فيش حد بهذه الـ 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 يعني مش ممكن. يعني لابد يعني الوزير اللي هيجي لازم يكمل ويزيد. احنا عملنا الاساس، بنينا الاساس، اجتزنا حاجز الخوف، عملنا مستشفيات وكملناها، برامج علمية، مجالس للتخصصات، مدربين، متدربين، مدير تدريب. مفيش أي وزير صحة يستطيع أن يهدم هذا، مش ممكن. المطلوب أن يرفع القواعد طبعا إن شاء الله طبعا. والآن أحباب قلبي، فهذا هو الدكتور أحمد الخولي، فلاح مصري من المنوفية، فيه كل صفات هذا الفلاح، فهو جم التواضع ولكنه غزير العلم، وهو جم الأدب ولكنه جراح عالمي، وهو جم الحياء ولكنه مقاتل عنيد دفاعا عما يعتقد أنه الحق. إنه واحد من جنود الله في الأرض، ممن لا يعلم بهم أحد، ويكفي أنه يدرب أبناءنا ليكونوا أمناء على صحة وحياة كل واحد فينا. حين كنت أجلس معه وأنا أعد هذه الحلقة، راح يحكي لي صورا لا تنسى من حياته في إنجلترا، وكيف أجرى وهو الطبيب الصغير يومئذ جراحات نادرة شهد له بها أساتذته الإنجليز، كما راح يقص علي قصصا مذهلة عن مشاهداته في غرفة العمليات. ولكن أكثر حكاياته إثارة كانت حول ذكرياته في الحرب، فلقد خاض هذا الرجل معارك العسكرية المصرية ابتداء من حرب 67 وهزيمة يونيو الأليمة حتى حرب 73 ونصر أكتوبر المجيد. ومن الغريب أن الدكتور الخولي لم يكن مجندا في هذه الحروب، بل كان متطوعا بعد أن أرسل مع أصدقاء عمره الدكتور إسماعيل سلام جراح القلب الشهير ووزير الصحة حاليا، وطبيب ثالث اسمه أحمد مجيب، أرسلوا برقيات إلى الرئيس جمال عبد الناصر يطلبون فيها الاشتراك كمواطنين وأطباء في هذه الحرب. وفي صحراء سيناء عاش الدكتور الخولي عشرات البطولات التي دفنت في الرمال ولم يشعر بها أحد، كما عاش أهوال الحرب مع البدو الطيبين الذين ما زال يذكرهم ويذكر بطولاتهم، وعلى رأسهم رجل طيب هو الحاج قنديل بدوي. لقد رأى الدكتور الخولي جميع العاملين معه في المستشفى الرابع الميداني وهم يستشهدون ويدفنون في دقائق، ليصبح وهو وحده وهو يومئذ شاب صغير المدير والمسؤول الأوحد عن المستشفى في ميدان القتال. لقد عشت أياما طويلة مع الدكتور أحمد الخولي في معركته الشريفة التي يريد بها تدريب أولادنا. سألته: ماذا تريد يا سيدي أن تقول الآن؟ قال: أدعو بآيات الله التامات، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سيداتي سادتي، أشكركم أجمل الشكر، وأشكر ضيفي الكريم الأستاذ الدكتور أحمد الخولي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.